نظن ياسيني طو كان في لاليه كان حاب يروح، مي انا ما نقدرش نطلق جوار لي بار اكزومبل اللي مشى في الموب وفي الاربعه ما مشاناش كما يلازم الحال، مي نظن باللي لازم وقت باش يمشي في الاربعه، مي هادو اليامات راهو يمشي ونظن دخل في الجروب ما كان حتى مشكل مع ياسيني طو لاعب ونعرف الحوايج هادو يسطو غدوه يجيه فريق الواسمو انا الاول اللي نكون فرحان به، وهنا الاول اللي نفرح بال ونسهلوا الامور ويروح ما كاش مشكل.